على إثر معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بحاسي مسعود، مفادها وجود حافلة لنقل المسافرين نوع هيجا قادمة من مدينة حاسي مسعود باتجاه مدينة ورقلة، على متنها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تم شحنها وتمويهها بشكل محكم. على الفور تم تشكيل دورية مع وضع نقاط مراقبة على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينة حاسي مسعود وورقلة، أين تم توقيف الحافلة، وبعد التفتيش الدقيق لها تم ضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 60765 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام، كانت مخبأة بإحكام داخل الحافلة وحس ثلاث هواتف نقالة. تم توقيف شخصان كان على متن الحافلة وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وبتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود تم توقيف شخص آخر مشتبه فيه. فرقة الأبحاث للدرك الوطني بحاسي مسعود فتحت التحقيق في القضية وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.